السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم صوص صادق. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن أهم 20 وظيفة في مجال الـ IT، واللي راح تكون مطلوبة يعني في العشرين أو الـ15 سنة القادمة، سواء على مستوى يعني الشرق الأوسط أو على مستوى العالم بشكل عام. يعني مثل ما تعرفون يعني أكو مؤسسة اسمها IDC، هذه طبعا هي مؤسسة يعني وظيفتها الرئيسية هي القيام بعمليات تحليلات للكثير من الأمور حول العالم. منذ عدة أشهر قامت بتحليل لأهم 20 وظيفة في مجال IT راح تكون مطلوبة في سوق العمل، أو هي مطلوبة اليوم وستكون مطلوبة أكثر في المستقبل. طبعا هذا الملف اللي راح نتحدث عنه وراح نعتمد في هذا الكلام راح يكون يعني الرابط الخاص بالتنزيل الخاص به موجود في الوصف لهذا الفيديو. طبعا البحث أيضا أو التحليلات الكاملة لكل هذا الموضوع تمت بسبونسرد باي سيسكو، يعني تم إدارتها أو تمويلها من قبل سيسكو. حاليا انت كمختص في مجال الاي تي، يعني اصبح واضح بالنسبه لمختصي الاي تي سواء كانوا طلبه او خريجين او موظفين انه هذا المجال هو متغير بشكل مستمر، واليوم هناك ما يسمى بالديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي، واللي هو يقود بشكل رئيسي كل المهارات والوظائف المطلوبه حول العالم بهذا المجال. اهم 20 وظيفه راح تكون يعني مطلوبه للمهتمين بهذا الموضوع. طبعا هذا الشيء هو مفيد بالنسبه للطلبه الذين ما يزالوا يدرسون في الكليات المختصه بمجال الاي تي، سواء كانت علوم حاسبات، هندسه حاسبات، تقنيات الحاسبات، هندسه البرامجيات وغيرها من التخصصات الاخرى. هذه ايضا مهمه ومفيده لاصحاب الشركات لكي يعرفوا ما هي الوظائف اللي يحتاجوها في المستقبل، خصوصا في مرحله التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن. كذلك هي ايضا مفيده للموظفين ويعني الخريجين لمعرفه ما هي الشهادات التي يحتاجون انه يضيفوها الى الرزمي او السي في الخاص بهم، لكي يعرفوا يعني لكي يعني يضمنوا مكانهم الجيد في المستقبل. وطبعا يعني لانه البحث هذا والدراسه هي مدعومه من سيسكو، طبعا توصلت الى انه نسبه كبيره من الشهادات المطلوبه حول العالم هي يعني تنتمي الى مدرسه سيسكو، ومثل ما راح نشوف بعد قليل. بدايه اهم التقنيات الموجوده حاليا في العالم واللي هي يعني تقود او ثوره الاي تي هي السايبر سيكيورتي والداتا سيكيورتي، الكلاود سولوشنز والتكنولوجيز، الداتا اناليسيس والفيجواليزيشن او الفيرتشواليزيشن، البيج داتا، الانترنت اوف ثينجز، البزنس انتليجنس. بزنس انتليجنس يقصد بها استخدام الذكاء الاصطناعي في البزنس يعني في الاعمال. الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي بصوره عامه يعني سواء كانت في البزنس او في غيرها من الامور الاخرى. المشين ليرنينج، الفيرتشواليزيشن، السوفت وير ديفايند انفراستراكشر والكونفرس انفراستراكشر. هذه هي التقنيات الرئيسية التي تقود ثورة الاي تي في العالم اليوم، واللي راح تستمر يعني بعمل ذلك في المستقبل. يعني بالنسبة للناس اللي يريدون يفكرون بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة. طيب إذا عرفنا أنه هذه هي التقنيات التي تحكم العالم، كيف نستطيع الاستجابة لهذا الشيء؟ بالنسبة للاي تي ليدرز يجب أن يقومون بتعيين أو توظيف أناس مختصين بهذه المجالات لكي يقودون شركاتهم إلى مرحلة الديجيتال ترانسفورميشن. اما بالنسبه للاي تي بروفيشنالز فوظيفتهم الرئيسيه انه يقومون بالاستعداد للمستقبل لهذه الوظائف المستقبليه من خلال الحصول على الشهادات التي يعني تبين انهم يعني مختصين ويعني فاهمين لهذه المجالات. وطبعا الشهادات هذه مقدمه من قبل الكثير من المؤسسات او الجهات اللي راح نشوفها بعد قليل. الموست ان ديماند، طبعا هناك الكثير من الوظائف اللي هي موجوده اليوم بالنسبه للمجال الاي تي والوظائف التي ستظهر الحاجه لها اكثر في المستقبل. بعض هذه الوظائف يعني سوق العمل عليها كبير جدا بحيث انه يعني الحاجه اكثر من المتوفر، والبعض الاخر هي بالعكس يعني الحاجه قليله ولكنه المتوفر اكثر بكثير. فضروري جدا لمختص الاي تي او المهتم في مجال الاي تي ان يعرف ما هي الامور التي يحتاجها السوق بشده، فبالتالي راح تكون فرصه حصوله او حصولها على وظيفه في هذا المجال تكون اكثر من بقيه المجالات. طبعا ايضا مثل ما ذكرنا الموست سيجنيفيكانت اي تي رولز، الوظائف الرئيسيه اللي راح تظهر لنا او اللي هي موجوده حاليا وسيزداد الحاجه لها في المستقبل بمعدل 4 ملايين يعني على مستوى امريكا فقط، وفي يعني بقيه العالم ايضا الحاجه اكثر، اللي هي مثل ما ذكرنا نتورك ادمنستريتور او السيستم ادمنستريتور، مدير النظام او مدير الشبكه، نتورك انجينير او اركيتكت، سكيورتي مانجمنت سبيشالست، سيستم اناليست، سايبر انفورميشن سكيورتي انجينير او اناليست، الداتا انجينير، الداتا بيس اركيتكت، داتا ساينتست. طبعا هذه يعني الكلمات اللي راح او هذه الرموز او المصطلحات اللي قاعد نحكيها كل واحد منهم طبعا له في التعريف خاص به والى في وصف معين خاص به. من الصعب جدا انه نقوم بشرح كل هذه الامور، طبعا بعضها قد تكون هي بديهيه ومعروفه بالنسبه للمختصين الاي تي مثل الويب ديفلوبر، اليوزر اكسبيرينس او اليوزر انترفيس، ديزاينر ديفلوبر، سوشيال ميديا تكنولوجي مانجر او ادمنستريتور، بعضها ممكن تكون يعني الموبايل ابلكيشن ديفلوبر، هذه معروفه بالنسبه للمطورين او المبرمجين او المهندسين.
ولكن لمعرفة الوصف الدقيق أو يعني المضبوط 100% لكل واحدة من هذه الأمور، ممكن ببساطة أنه نأخذ أي واحدة من هذه الأمور، ولتكون مثلا النتورك أو نتورك أدمنستريتر أو سيستم أدمنستريتر، مجرد أنه نأتي إلى جوجل نضع هذا العنوان ونبحث عن مثلا الجوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي لهذا العنوان اللي هو النتورك ادمنستريتور او السيستم ادمنستريتور، نستطيع يعني الذهاب الى اي واحده من هذه الاماكن وراح نجد الكثير من النتائج. طبعا هنا النتورك او الكمبيوتر سيستم ادمنستريتور يعني اللي هو يعني مهندس او مدير نظام او مدير شبكات الحاسوب. الديوتيز المهمات الواقعه على عاتقه راح يصف لك اياها. الورك انفايرمنت البيئه اللي راح يعمل بيها. الورك سكيدجولز، الاديوكيشن اند تريننج يعني التعليم والتدريب المطلوب من عنده، الاديوكيشن، اللايسنسز، السيرتيفيكيتس، ريجستريشن، الاذر اكسبيرينس الخبرات الاخرى اللي يحتاجها، الادفانسمنت الامور اللي راح يتطور بها اثناء عمله، والبيرسوناليتي والانترست هذه كلها الامور، والباي طبعا هنا ايضا الراتب، الجوب اوتلوك كيف واين تبحث عن الوظائف، الجوب بروسبكتس وغيرها من الامور الاخرى. كل هذه الامور الخاصه باي واحد من هذه العناوين اللي ذكرناها قبل قليل موجودة ومشروحة يعني بشكل مفصل في الانترنت. يعني طبعا من خلال الجوب ديسكريبشن تقدر تعرف الشهادات اللي تحتاج انه تحصل عليها لكي تستطيع تسمية نفسك سيستم او نتورك ادمنستريتور، كذلك تستطيع تعرف يعني الراتب المتوقع لهذه الوظيفة، الاماكن اللي تحتاج هذا العنوان الوظيفي اكثر من غيرها وهكذا. بصورة عامة طبعا مثل ما ذكرنا احنا هذه الوظائف نفسها هذه العشرين وظيفة او العشرين مسمى وظيفي او العشرين رول اللي راح تكون مطلوبة بشكل كبير في عالم الاي تي نفسها هنا مقسمة الى الحقول الرئيسية للاي تي، مثلا الداتا مانجمنت والاناليتكس، بزنس انتليجنس اناليست، بزنس انتليجنس اركيتكت وديفلوبر، داتا انجينير، داتا ساينتست، وداتا بيس اركيتكت. بالنسبة للسايبر سيكيورتي ايضا نحتاج السايبر سيكيورتي او الانفورميشن سيكيورتي انجينير والسايبر سيكيورتي سبيشالست. بالنسبة للاي تي انفراستراكشر ايضا نحتاج مهندس الشبكات ومعماري الشبكات، مهندس النظم، مدير النظام، محلل النظم، غيرهم يعني الكمبيوتر سبورت سبيشالست الدعم الفني وغيرها. بالنسبة للسوفت وير اند ابلكيشن ديفلوبمنت نحتاج المشين ليرنينج ديزاينر، ديفلوبر، انجينير، موبايل ابلكيشنز ديفلوبر، سوفت وير ديفلوبر، انجينير، يوزر انترفيس، يوزر اكسبيرينس، ديزاينر، ديفلوبر، ويب ديفلوبر، هذه كلها فيما يخص الديفلوبمنت. واخيرا بالنسبه للديجيتال ترانسفورميشن اللي مثل ما ذكرنا هو الذي يقود التحول في العالم كله اليوم، التحول الرقمي اللي هو تحول كل الشركات والمؤسسات الحكوميه والاهليه باتجاه الاستخدام الرقمي. هنا نحتاج ثلاث وظائف رئيسيه اللي هي التشينج مانجمنت، وهنا طبعا هناك الكثير من الشهادات اليوم التي هي تعطى لشخص راح يكون هو مسؤول عن التشينج مانجمنت. كذلك بالنسبه للاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز ديزاينر انجينير، هنا معتبريها هي جزء من الديجيتال ترانسفورميشن لانه مثل ما معروف بالنسبه للانترنت اوف ثينجز هو راح يكون عمليه تحويل البيئات الجامده الورقيه او التقليديه الى بيئات دايناميك فايبرنت يعني متحركه او نابضه من خلال نشر السنسرات في كل مكان، تجميع البيانات بشكل دائم، تحليل البيانات واعطاء نتائج ونصائح وتخمينات للمستخدمين او للبشر الموجودين في هذه البيئات. فبالتالي هنا يعتبرون انه الانترنت اوف ثينجز هو جزء من الديجيتال ترانسفورميشن، ولذلك نحتاج انه مصمم للانترنت اوف ثينجز ومهندس للانترنت اوف ثينجز. واخيرا اكو عندنا الترانسفورميشن كونسلتنت، وايضا هذه هناك الكثير من الشهادات الخاصه بها والمتوفره اونلاين، يعني تقدرون مثل ما ذكرنا تطلعون على الجوب ديسكريبشن الخاص لكل واحد من هذه العناوين وكذلك السالري والشهادات المطلوبه لكل واحد منهم. طيب هنا على المدى القريب والمدى البعيد ما هي الامور اللي نحتاجها؟ هنا طبعا هو مقسم الموضوع مثل ما ذكرت، يعني هناك الكثير من التفاصيل بهذا التقرير راح يكون موجود بالوصف الخاص لهذا الفيديو تستطيعوا ان تطلع عليه بشكل مفصل، ولكن بصوره عامه راح نلاحظ بانه اكو عندنا 2.9 مليون بوزيشنز موجوده اللي هي بزياده 36% في منطقه الاسيا باسيفيك اللي هي يعني شرق اسيا. بالنسبه لامريكا اللاتينيه هناك زياده بنسبه 45% من يعني من المطلوب حاليا راح تكون موجوده في المستقبل. بالنسبه لنورث امريكا هناك زياده بنسبه 38%، وبالنسبه للويسترن يوروب اللي هو يعني غرب اوروبا واللي هي ايضا تعتبر هذه المنطقه نفسها المنطقه اللي محسوب عليها الشرق الاوسط مثل ما تلاحظون هنا، نورث امريكا، لاتين امريكا، الويسترن يوروب يقصد بها هي يعني اوروبا والشرق الاوسط. وايضا مثل ما نلاحظ هنا نلاحظ بانه الزياده بنسبه المطلوب من هذه الوظائف هو نسبه 32% من المطلوب حاليا، طبعا هذا راح يكون بحلول سنه 2027 واللي هي يعني بعد 9 سنوات.
فأيضا هنا طبعا بعض الوظائف راح يكون من الصعب إيجادها، ومن الصعب إيجاد المختصين بهذا المجال. بعض الوظائف راح تكون هي سهلة ومتوفرة جدا، يعني مثل ما هو معروف، يعني مثلا اليوم الحاصلين على شهادة سي سي إن إي هم أكثر بكثير من الحاجة إلى مختصين أو الحاملين لشهادة سي سي إن إي. فبالتالي يعني سي سي إن إي لوحدها اليوم راح تكون غير كافية للحصول على وظيفة محترمة، فبالتالي تحتاج أنه تذهب إلى ويعني شهادات أخرى واختصاصات أخرى. بعض الوظائف مثل ما ذكرنا صعب جدا الحصول عليها، ولكنه هذا الشيء لا يعني أنه الشركات راح تبقى منتظرة للمختصين للحصول على هذه المسميات الوظيفية لكي يقومون بتوظيفهم، وإنما سيقومون بتعيين أي شخص يقترب من امتلاكه لهذه الأمور. بعض الأمور اللي هي يعني راح تكون مطلوبة بشكل مستمر حول العالم، اللي هي نتورك أو سيستم ادمنستريتر، السوشيال ميديا مانجر ادمنستريتر، الويب ديفلوبر، الموبايل ابلكيشن ديفلوبر، الداتا بيس اركيتكت، السيستم اركيتكت، الداتا انجينير، والبزنس انتليجنس اركيتكت اند ديفلوبر. هذه العناوين بشكل خاص، يعني اضافه الى انه احنا سابقا قلنا بانه هذه ال 20 عنوان هي مهمه جدا وراح تكون مطلوبه على مستوى العالم، الا انه هذه العناوين راح تكون هي مطلوبه ايضا يعني بشكل اكبر، لانه عدد اللي حاملين لهذه الالقاب العلميه والذين يمتلكون المؤهلات التي تؤهلهم للعمل بهذه الوظائف هو أقل بكثير من المطلوب. فدائما راح تكون الفرصة لتوظيف هؤلاء الناس أسهل بكثير من بقية الاختصاصات، حتى من ضمن الاختصاصات العشرين الأخرى. وطبعا يعني كل واحدة من الأتين مثل ما ذكرنا تستطيع معرفة الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكي تسمي نفسك مثلا ويب ديفلوبر، أيضا تستطيع معرفتها من خلال الإنترنت والمواقع الأخرى. طبعا الكومبانيز مثل ما ذكرنا don't delay a project if they can't fill a position. When organization can find external candidates they can identify motivated internal candidates. القضية الرئيسية اللي تتبعها العالم اليوم الاستراتيجية رقم واحد هي انه grow from within، يعني تستطيع تطوير نفسك من الداخل. اذا كانت هناك مؤسسة تحتاج فد عناوين وظيفية معينة، طبعا الشيء الطبيعي انه تقوم بفتح باب التوظيف للناس المختصين بهذا المجال، ولكنه الاستراتيجية الأهم والأفضل أنه تقوم بتطوير كوادرك الداخلية. يعني إذا كان هناك جوب رول، يعني وظيفة ستحتاجها الشركة في المستقبل من خلال قسم التدريب والتطوير، عرفوا بأن هذه الوظيفة ولتكون مثلا موبايل أبس ديفلوبمنت أو ديفلوبر. إذا احتاجت الشركة هذه الوظيفة فإنه بدلا أن تقوم بتعيين شخص من خارج الشركة يعمل بهذا المجال، تستطيع تطوير موظفيها بشكل مستمر لكي يكونون هم مؤهلين لاستلام هذه المواقع الوظيفية في المستقبل، واللي هذه طبعا راح تكون مهمة جدا في سياسة الشركات، لأنه هي تعتبر استراتيجية رقم واحد ومفيدة لللونج تيرم تالنت اكوزيشن استراتيجي، أنه تقوم دائما بالنمو من الداخل بتطوير كوادرك أكثر مما أنه تقوم بتعيين ناس من الخارج. طبعا ما هو دور السيرتيفيكيشنز الشهادات التقنية في هذا المجال؟ 71% أو 7 من كل 10 مسؤولين عن التوظيف في العالم يقولون بأنه الشهادات التقنية من سيسكو، مايكروسوفت، جونيبر وغيرها هي التي تحدد بشكل كبير معرفة الكواليفيكيشنز الخاصة بهذا الابليكانت، لأنه من الصعب جدا مثل ما ذكرنا سابقا، من الصعب جدا أنه المختص بهذه المجالات وهذه الأسماء الوظيفية الكبيرة يتم اختبار كل معلوماته في مقابلة قد تستمر نصف ساعة أو ساعة أو حتى ساعتين. فبالتالي راح يكون أبرز وأهم معلم يدل على أنه هذا الشخص هو فعلا مؤهل لهذه الوظيفة هو السيرتيفيكيشنز الشهادات التقنية المعتمدة من شركات عالمية مثل سيسكو وجونيبر ومايكروسوفت وغيرها من الشهادات الأخرى. هذه طبعا راح تسهل بشكل كبير جدا على الاي تي ليدرز معرفة أنه هذا الشخص هو فعلا مؤهل، طبعا إضافة إلى الأسئلة الأخرى والجوانب الأخرى اللي يحتاجون أنه يختبروها أثناء المقابلة. 70% مثل ما ذكرنا أو حتى تصل إلى 82% من يعني الـ IT Leaders، الـ Hiring Managers، الـ DX Executives والـ IT، إيه حتى الـ Consumers، حتى المستهلكين للسلع الـ IT أو تقنيات الـ IT أو خدمات الـ IT يعتقدون بأن الشخص الذي يمتلك الـ Certificate هو أكثر مؤهل لشغل هذا المنصب وإعطاء خدمة أفضل. وطبعاً لأن مثل ما ذكرنا سابقاً لأنه سيسكو هي الـ Sponsored by Cisco هذا التقرير، سيسكو تقول بأنه 97% من الـ Skills Requested Worldwide هي يمكن الحصول عليها من خلال شهادات سيسكو. يعني 97% من الوظائف حول العالم اللي تستطيع الحصول عليها من خلال امتلاكك لشهادات من سيسكو. طبعا انا اعتقد هذا الرقم مبالغ به الى حد كبير، لانه سيسكو هي فقط مختصه في مجال الشبكات، وان كانت الان تحاول يعني الحركه باتجاه سوفت وير ديفايند نتوركس، الانترنت اوف ثينجز وغيرها من الامور الاخرى، ولكن بالنتيجه النهائيه هي فقط شركه واحده من الاف الشركات الموجوده.
نعم هي تمتلك الكثير من الخبرة من الكثير من الشهادات، ولكنه ما أعتقد تصل إلى 97%. فالمفروض أنه كل واحدة من العناوين الوظيفية اللي تحدثنا عنها سابقا تبحث عنها بشكل كبير حول يعني أونلاين لمعرفة الجوب ديسكريبشن والسيرتيفيكيتس الخاصة بهذه الأمور، وتحاول أنه تحصل عليها، أما أثناء الدراسة في الجامعة أو حتى بعد التخرج أو حتى أثناء الوظيفة، يعني لكي تضمن أنه لا تستغني عنك الشركة في المستقبل، لأنه أي مختص آي تي يتوقف عن التعلم في أي يوم من الأيام يتوقع أنه بعد فترة قليلة ستستغني عنه هذه الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها في مقابل توظيف وتعيين أي شخص آخر هو يكون أكثر كفاءة وأكثر أهلية لهذا الموقع. هذه طبعا بعض الشهادات اللي تقدمها سيسكو للمختصين بهذه المجالات. الخطة مثل ما يعني تحدثنا عنها، أولا يجب أن تبحث عن النكست أوبورتيونيتي، مثل ما عرفنا هذه 20 عنوان وظيفي، نختار واحد من 20 اللي نشوفه هو الأقرب إلى ما نحبه، الأقرب إلى الاختصاص اللي ندرسه. بعد ذلك نسأل نفسنا كيف نستطيع تطوير نفسنا بهذا المجال، و how can you pay for it، يعني كيف تستطيع الحصول على هذه الشهادات، من أين ستجلب هذه الأموال، وأيضا هذه الأجوبة. upskill yourself، دائما طور نفسك بشكل مستمر. pass the test، يعني تحضير للامتحان وتجاوز الامتحان. وأخيرا get a great job، طبعا هذا هو يعني يعني خارطة الطريق لكل الحالمين في الحصول على وظيفة محترمة في مجال IT. الخبر الجيد أنه هي متوفرة وممكنة، يعني هي ليست مستحيلة. الخبر السيء أنه هي تحتاج الكثير من الأموال والتعب والجهد لسنوات طويلة، وهذه الدورة هي ليست مرة واحدة في العمر، يعني ممكن أنه تقوم بعمل هذا الشيء بعد التخرج بسنة أو سنتين للحصول على وظيفة ممتازة، ولكنه حتى بعد الحصول على هذه الوظيفة هذا لا يعني التوقف عن الدراسة والتعلم، لأنه في أي لحظة من اللحظات إذا توقفت عن التعلم هذا راح يدل على أنه ستخسر وظيفتك، ويأتي من هو أكثر كفاءة منك للحصول على هذه الوظيفة. هذه طبعا المناطق مثل ما ذكرنا وكيفية توزيع الوظائف في داخلها. هنا على مستوى الورلد وايد طبعا كل واحدة من هذه الوظائف الفيوتشر امبورتنس أهميتها المستقبلية وصعوبة التوظيف في داخلها واللونج تيرم جروث النمو طويل الأمد. كل واحدة من هذه الوظائف مثلا سيستم مانجمنت اند سبيشالست أهميتها في المستقبل راح تكون فيري هاي، يعني مهمة جدا. هايرنج ديفيكولتي نوت ديفيكولت، يعني صعوبة التوظيف بها ليست صعبة لأنه هناك طلب كثير عليها، وبالتالي يعني عندما ترى أنه هي نوت ديفيكولت معناتها أنه أغلب الشركات تبحث عن هذا المسمى الوظيفي، ولكنه عدد أقل من الناس يمتلكون هذه الخبرات، فبالتالي راح تكون فرصتك في الحصول على وظيفة في هذا المجال جيدة جدا. اللونج تيرم جروث طبعا نمو هذه الوظيفة ونمو الحاجة لها في المستقبل هاي، يعني كبير جدا. نفس الحالة بالنسبة لبقية الاختصاصات، طبعا بعضها مثلا النتورك أو سيستم أدمنستريتر أهميتها المستقبلية راح تكون لو، طبعا لو ليش؟ لأنه راح تكون هناك الكثير من الأوتوميشن في الأنظمة، فبالتالي بدل ما نحتاج أن يعني مدير لكل 5 سيرفرات أو 10 سيرفرات راح يكون هو مدير واحد يستطيع إدارة كم كبير من السيرفرات من ناحية الأوتوميشن، من ناحية استخدام السوفتوير ديفايند نتوركينج وغيرها، وبالتالي راح تكون صعوبة الحصول على وظيفة very difficult، راح تكون صعبة جدا تحصل على هذه الوظيفة لأنه راح يكون العدد المطلوب أقل، الناس المختصين بهذا المجال راح يكونون أكثر، وبالتالي أهميتها المستقبلية قليلة جدا. عدد المطلوبين في هذا المجال في المستقبل البعيد قليل جدا، فبالتالي كشخص مثلا اليوم أنا إذا كنت طالب في كلية لها علاقة بالآي تي وقرأت هذا الموضوع، فراح أشوف أنه طبعا هذا الشيء world wide، يعني قد يكون يختلف من بلد إلى آخر من منطقة إلى أخرى. شفت بأنه الـ Network and System Administrator أهمية المستقبلية راح تكون قليلة جدا، والتوظيف في هذا المجال صعب جدا، والنمو المستقبلي في أعداد المطلوبين قليل جدا، فبالتالي يفترض أنه أبتعد عن هذا المسمى الوظيفي، يعني أبحث عن شيء أكثر أهمية أو أكثر فائدة، واللي هي هنا موجودة في هذه المنطقة اللي هي الـ IoT، الـ Cyber Security، الـ Business Intelligence، الـ Software Developers and Engineers. هذه هي اللي هي راح تكون أهمية المستقبلية كبيرة جدا، صعوبة التوظيف بها قليلة، ونموها المستقبلي كبير جدا. هذه الأمور اللي نحتاج نركز عليها، في حين يجب أن نبتعد عن هذه الأماكن اللي هي راح يكون أهمية المستقبلية قليلة، صعوبة التوظيف بها صعبة جدا أو صعبة، وتطور المستقبلي قليل. هذا هو الفكرة، أنه اللي من خلالها تستطيع يعني وضع خطة طريق لنفسك أو خارطة الطريق لكي تعرف ما هو الأشياء التي يجب أن تركز عليها في الدراسة، بحيث أنه بعد التخرج أو بعد سنة أو سنتين من التخرج تعرف أنه ما هو المسمى الوظيفي الخاص بك من خلال الشهادات اللي حصلتها في هذا المجال ومن خلال الخبرة اللي اكتسبتها في هذا المجال. طبعا هذه نفس الإحصائية ولكن فقط لنورث أمريكا، يعني أمريكا الشمالية، لأمريكا الجنوبية، يعني أوروبا الغربية، ومثل ما ذكرنا هذه أيضا تشمل الشرق الأوسط يعني بشكل من الأشكال.
واخيرا الاسيا باسيفيك، يعني طبعا شرق اسيا، كل واحده من الاثنين طبعا تلاحظ هي تختلف بعضها عن البعض الاخر. اللي يهمنا احنا كناس موجودين في الشرق الاوسط هو الويسترن يوروب والوورلد وايد بصوره عامه، يعني اذا كنا نفكر على مستوى العالمي. هذه هي كل الامور اللي حبيت انه اشاركها معكم اليوم، واتمنى انه تكون مفيده للجميع ان شاء الله. مثل ما ذكرت هذا الملف راح يكون الرابط الخاص بتنزيله موجود في الديسكربشن الخاص لهذا الفيديو. شكرا جزيلا ومع السلامه.